بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة من برنامج السهرة الثقافية. هذه الحلقة خاصة بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير ولمن والبركات. هذه الحلقة ستضع لكم فيها كوكبة كبيرة من الفنانين ومن الأدباء. استضفنا الفنانة المتميزة والنجمة صاحبة لقب النقمة الذهبية، الفنانة صاحبة الصوت المتميز والأداء الرائع السكتو متسيمالي. سكتو مساء الخير. استضفنا لكم الأديب المتميز المعروف الداه ولي الحبيب الملقب ولي الجمالة. معانا الأديب المتميز اللي تعرفوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي ياسر من خلق قابض القبة فيه، وأنا الحلقة مطلوبة لي حتى العبار والقيلانة. معانا العازف المتميز صاحب الأنامل الذهبية على آلة الأورج، العازف والشاب البان والبوه والبوبو جدو. راني مرحب بكم الليلة بأسرة البوبو جدو، ومرحب العازف وراء الستار المتميز صاحب الأنامل الذهبية. شلاه نقول عنه تبارك الله، لا يقعد قاعد نار الشخص تبارك الله، على آلة الجيتار زيدان وبنان. يا مرحبا بكم السهلة، مرحبا بكم السهلة معانا على مائدة الحلقة الخاصة من برنامج السهرة الثقافية خاصة بعيد الفطر المبارك. سكتو شو ماسي عندك الليلة على انك استضافة على برنامج السهرة الثقافية حلقة خاصة بعيد الفطر المبارك؟ زين، عندي تبارك الله وراني مبارك لهم في ذا العيد الفطر، باركة الناس كاملة والجمهور كامل ومسلم عليه. سكتوا شليت بدئنا به الحلقة. وطنبور مليحي مليح الشكل يحكي هاي بنغمتي فصيحة عالت زين حتى لو كنت يا أرسلتني بما كنت أمرت به يجعل لك لحما بين يديه. أما نادت نادن أدن أدن نادن نادن
الحين سكتوا سكتوا ما شاء الله ما وعادي تبارك الله الجرى ذاك الحقيقي شكرا الداه جيناك الداه شمازي عندك الليلة علمناك في برنامج صار الثقافية حلقة خاصة بعيد الفطر المبارك الليلة قلت عنك شكرا هو لنا بما أنكم إجازكم بالإحسان حياتكم ثانيا معي الفنانة سكتوا تموا سي مالي ولهم الدفال وذا بعد رهواركم الشرف الكبير مع هذه الفرقة تبارك الله ومع العازفين وهون رجاجة ما حاضر معنا هون أنا يقتني بالهون معنا أني الحلقة موفقة فيه موفقة ولين نقول هون شوي فيك حركر والله والله يا بنت خيمتنا ما قط ولاد مشافوا ما قام عارف عن لغن مكزوز في المشكرافو والله يا بلد خيمتنا ما قط ولاد مشافوا ما قام عارف عن لغن مكزوز في المشكرافو بدعوا بدعوا يدلاق ويهبيه ويزلاق وشقا عنه يدلاق مني وعنه بخلافه أعطيه من بدعي مبلغ ما قط ولاد مشافه منين قافي يظهر ويطيح قافي عن قافه ويطيح قدامه بحر عوامته تختلافه والله يا بلد خيمتنا ما قط ولاد مشافه ما قام عارف عن لغنه مكسوس فم الشكرافه العبار جيناك العبار مرحبا بك سهلا معنا على مائدة الحلقة الخاصة من برنامج صار الثقافية مرحبتي بك وسهلا وانا بخير العبار الله تحكي لنا الشي هون فيك حركر والله لين تبرد الأخلاق هون مقام كر نحكي فيه شين قالوا الواكدي كان زمان قديم نقول يرى عن بعين الباز والغض القيط وكان التزو بحوز والله يشيط وينطاع تيس النعم الأول نصيط ويجيك فسره من زرق السهام شاوي شواهي زرم فو محيط لا ينفع فيه اختي مشكام زين حتى سكتوا برورك يا نبي برورك يا نبي أخبرك حد مع سكته عاد عناية تدندت أدندت إنا بعد صنت والذبية ويا ندات ودا
شيبي فهد شيبي قال لي شيبي الهول الزين اللي تيلاد والليل ديما تقتقت الهول الزين اللي تيلاد تندت أداندت ما هو مذبت وانت زاد عندك يسكت ومذبت ديما نتقتقت والليل ديما نتقتقت ما هو مذبت وانت زاد عندك يسكت ومذبت ما هو مذبت وانت زاد ما هو مذبت وانت زاد ما هو سكت مذبت عندك يا سكت مذبت ندات ندات زين حتى سكتوا يا عمام تنبارك نوصيك حق اللي فوت تنجيك يا سلمهم كامل نبغيك نين عاد اللي فيدي زين حتى يا سلمهم ما تفيديك دم العربية العربية حد ما هو قدي مقام ولا يقدي جيك مجي لا تندار في لفام ذاك فيه الرقبية يا العقل تكاي جنيت بيك ويقى خمم تتبان بيك ويقى واللي وسيت بيك ويقى جابر ورهان هذا عندي عنو زين تبارك الله ولا تحكي لنا شي ابو عمر الله قلبي ميزك وقليب الغين كالهم نجع خلاصه للدين وأزوير وعكل التورين كالهم دينه للنية وكال واحد ونعم ماسين وافتاسه والعرقية ونجع وفات مسلم مظلوم شام من درق الدروم للصماميط الكن يموم لا عريبات والأرضية وصدنا عن جشناه اليوم لرضق المسيح لي ونجع العناية والتشطاط سوح للمبروم اللي وكال ساحة العكبة الانباط وكال تلتل المداحية زين حتى العبار من درى شنو المقام الترتاح حلو يعني تحكي فيه ألا لبيار لبيار مرتاح حلو حتى نقولكم هون نقولكم هون بيت كلمات عن طاب مشدد تلحين والدي طبعا السلمالي من دور جمهور كامل رحمة عليه السبع حامة مرحمين عليه قلت أنا من خلق اللي يطيعون حتى إشكره له
صغار مولي بويا والله إلا شاكت شاكت الصعدة بزاي يلي يرحم إن شاء الله بيهم إن شاء الله إجبارهم قاعدين قدامهم واحدة مثل ما صغيرين يقولوا لي هو قطعت في الأشي ديك الساعة أنا صغيرة جاء عربي عدل عنده نشيد وسمعني أنا قني قالوا ما لك الطفلة ما تديرها في النشيد قالوا هذه ما نبقي نديرها يديرها لا الناس المرقب قالوا لي ما نبقي نديرها أحس نين تكبر يعود الناس راضين دورية قني إذا ماذا كان ما ندارها ما يدير أولاد وصلين في شيء رحمة الله يدير لا الناس المرقب لا باطل الليلة اخترتم قولوا ما قطقاع قلتوا يا غير أم اللي حق جايز يختار حد يقولوا شوفي الفخر بالحق جايز وقولي الحق ولو على نفسك والأهل والمحيط والمياط وقاع يشكر لأنه هو المتوالي لكامل رحمة الله علينا وعلى نفسك أنا اللي والدي ولهم الناس تحسد وليش والدي مولي بشي عام تمانو راني من الأحقاء الهواء في هذه الحرقة الليلة ومقدمة ذحلة تحية مقدمة ذحلة تحية طول عمرها إن شاء الله لأي قاعد لحقة رباتكم رباتكم التربية الحسنة وينحكي على أنك فترتك معك في حالة اجتماعية على أنك ما تقيسي حلقة ولا تقيسي مناسبة ما هي معاك الله يطول عمرها إن شاء الله هذا بصورته الله يسمى لي قاعد تحم عنا صغيرين رحمه إن شاء الله زين سكتوا ما هو عادي رحمة الله علينا وعليه مين إن شاء الله يقول لكم وانا بتحا مليون كلماته وتلحينه الله رسول الإسلام وسال الرب خيارنا خيار العرب خيارنا يا العرايب وخياري نانام وخيال العرايب رصد وسهيلة وعباس القر معنا وقال
فم نصي زيان عدوها للقرآن ينسان يا 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 السعيدة دي بالرب بين يفهم معنى يزيان عنده ودار من حد يطرب رسول الإسلام وسأل الرب زين زين العبار لاهي لاهي تحكي لنا شي فاق والله لا نقول لكم شي بالمديح يبدا بالغزل يقول يا الله لي ماذا وراني عزك يلي منك ثاني كل نهار ولا خلاني تخمامي بيك الهم عليه نركز ومركت زماني ما نسمي حد ولا نلقيه منه ونسيته خلاني ذا كامل بموديه يا كامل هي المودي عزك ما تقع لساني بالغيود الغير كسميه وبعدت من الناس ولاني عارف ذاك الإلهي بيهن عبر لك يلي ماني لاهي ننسى عشي تبغيها أخلاقك ما تيتنحاني يكون اللي تبغي قولي ولا قلتي عني نطراش عن قيرك تخلق يسوى فاش ولا قلتي ندفر لحراش تخلق ما نربط وقتي فيهن عايل يسوى بين باش الزجاج تروقي جعليهن واسيه ونقبل تكراش المعارض لعدت تبغيهن واسيه وهذا كامل لاش عزك تبغيها بديه وأخلاقي عنك لا تنتاش هذا كامل كنت مواسي ولا قلتي لي نقعد عندي جدر صدره ما نتردد نقعد حتى وسوى في البرد والله في الشمس انت ذبيه لا طيتي لوامر حد مجنون بخالف شي قلتيه ما يخالف وعليك تجد عني شي تبقيه نواسي يا غير اليوم تغير ذاك اللي واقع لي كنت معاك تغير يا سبة الهلاك عتم واللي شور اللي بيه نصرت لامه واللي حاك هم قراض ليانا وعليه نصلي ونسلم لياك لساني ما يمدح خاطي شلاهي قاعد لي تنقوله ماضي نسبح ونجول كل نهار على عرض طول وانا مدح رسول مخليه على الزر ما رسول مدحهم ولا انا باللي فيه من الصفات ولا في يمول طول حياتي نمدح خاطي مول الشفاعة حد اعطاه لمولانا ما يتخطاش واعد متخطي نشقاه خاتم لنبي لا يفيه يشفع يوم الحشر اللي طاه مولانا شفاعة نبي مصطفى الله هو الساه خاتم لنبي وماسي شفيع لما مصطفى أصل أحمدنا لله مجي صاحب الأخلاق النبيلة صلى الله عليه وبديه وعليه نصلي كل ليلة وسلم كل نهار أنا يفضل الصلاة والسلام زين حتى أنت لماذا يعود أنت ميولك على الغزل عن الأغراض الأخرى أنا بي صعب الميولك عندي الغزل وبا هو قاعد نكتر بين 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 الصلاة ستو يا الشعر أنا فقرة الشعر على فقرة زيماني زيماني رجيني يا رتالي وياكي بتكون الزهرة والزهرة بالحلقة نبقي مذالي بالحلقة نبقي مذالي بالحلقة نبقي مذالي فياكني نمشي من هون مسكت وذني مالي فياكني نمشي من هون فياكني نمشي من هون مسكت وذني مالي مسكت وذني مالي
زين حتى ما لك وحدك احنا كاملين نبقوا نمشوا داون لين مليان مسك. شكرا والله. سكتوا شو نمشي عنك من قم ونولك ونولك ونولي كيف اللي مجهور يا ويكي تم تم شمشي ويولي مجهور يا ويكي تم تم شمشي ويولي هذا الشورى كل الشوار بتتبع عليه القدر بعد الشوار شديد يا غير خلي غيران ما داري ما
الداه لا يتحكي لنا شي في التحراء. إذا عدت أنا ذليتي عقلي ما شتكيت على حد ولا جايت لامي قسنتان. نختارك لقديت تتخطى قدامي ودير القيد وليد ونفد الشرامي ودقي سامي لحديد بتطلعها. أنا بعد الناس أصنعها وأغيرها كلا وأطبعها طبع الفقايع وفقعها وأختي فارداك علي. يا غير ام اللي ننفعها من قد اني باطنتي طشه تعطيها بسمعها واذنك موجود لها. ومن يوم اللي جيتك في اصبعها نيتك رفتني والهية مرقي قداش رضعها وراعي يقول البادية حباس قاع الشرادات انت دارك في القبلية وانا داري في التليات وكل بدات التلية زين حتى جاي يقول يا ربي ذنبي حذرني روحي لا تمرضي الجفة منين تفوت تبشرني بالجنة حتى نتوفى. يا ربي ذنبي حذرني روحي لا تمرض الجفة منين تفوت تبشرني بالجنة حتى نتوفى. حتى انا ذنبي يا ربي باوعني واخبر يا ربي في الظاهر منه والمقبي ما في عليك اللي تخفى. واللي عندي فيه وطبي من قبل اعمالي في الكفين دار وحقي من كذبي في الكفة كامل وصفه بطله. ذا اللي من لبي طاير في حالي والشفة بشرني من ست مهربي في الدنيا سابق تنسفة بالجنة يتمنى قلبي سابق نتوفى نعرفها يا ربي. ذنبي حذرني روحي لا تبغي الجفة من يتفوت بشرني بالجنة حتى يتوفى. هذا الجو اللي مداه والله رحمة الله علينا رحمة الله علينا وعليه. انا كاين الشعاره مني سكتوا طفل تهم ودفال الشعاره مني سكتوا طفل تهم ودفال يا الشعاره مني سكتوا طفل تهم ودفال طفل تهم ودفال تتنهور في الحق سكتوا قال تنقال تتنهور حق سكتوا تتنهور بالحق سكتو رجال شنقال سكتو رجال شنقال رجال شنقال زين حتى سكتو لا تقول لنا الشور Thank you.
علي يا رسول الله، مغري علي يا رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله من عين الشبا والشبا والشبا شبرين معاه، رسول الله من عين الشبا والشبا 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 شبرين معاه، كتلة ربيع العين، كتلة ربيع العين، السوق على عليه افضل الصلاة والسلام. احنا بينا نظرة ضيق الوقت له يلبسوا البيع هنا الخلطة لا تخبطونا وزنوا مبرمشوا البيع. حتى هيك زين الخلطة لهن قيسوا البياض لهن مروا عليه مر الكرام هو اللي ينو البتيت نظرا ضيق الوقت. سكتوا لا تقولين الشي في البياض ويحكوا الخلطة بعجالة. Thank you.
انا رايت المحاني قلت انا رايت سكتوا يا عمنا انتموا بها عالي من الدائرة الليلة سكتوا يا عمنا الدائرة سكتوا يا عمنا انتموا بها عالي من انتموا بها عالي من تركبنا وتحذرنا بزواني الأراضي تركبنا وتحذرنا وتركبنا وتحذرنا بزوان بزوان ولا راضين 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 دايرة 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 دايرة
زينة هذه الليلة ما عادية تبارك الله. سكتوا هذه كلمات من؟ أو كلمات الأمير أحمد سالم واليونس. ورانا مقدم له تحية من المنبر. بار تحكي لنا الشيء في الدين. بار ما شاء الله بتيت. عسك يا عقلي لا تشد خبر الدنيا عليك شد واصبر يا عقلي زاد مد بيه الرقبة متلاقي عاد عليك مصدي بحد مصده فيك ملاقي دمعك يا العقل ولا تقد زاد المرياه التاقي وانت يا عيني فات بدمعك في الفات مفاقي بينك وياه وذاك حد زستي هبا مفاقي دمعك يا العين من اين زاد ما تذن وبراقي باقي فخلاقي ذاك عاد باقي حتى فخلاقي زين حتى الخلطة لا ينبر مش اللي بتيت زين لعبا امن آدم عانتكم في الفل يلحق للنبي الجبل مش ابرو حتى سوى من مل وسوى ومن هو وسوى يا نبتو الفن التوما طمارو والتوما هما عنوانو والتوما ساسو واركانو في الفن خلقتو كبرتو بتشوعيرو وزوانو وعبايرو شي شي ما 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 عبرتو يو وشاعر عشبو زاد نسارو في عنادلكم في عنادلكم ما 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 عيرتو مغلوب انتوما اهري مالو واهري علي علي ايه ولا نديري ايا ايا انجارتو يو 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 زين حتى مغلوب رحمة الله علينا وعليها الفنانة العظيمة ديما متابع والله لو خيرتوا للرحمة والغفران تعلم 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 لم 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 فسرت نهون معروك
حسك يا سكتو ما هي عين، حسك يا سكتو، حسك يا سكتو وما هي عين، سرا وعلانية يجي متلايم بيه الزين متحدر زاد ومتمدن، متلايم بيه الزين متحدر زاد، يجي متلايم بيه الزين متحدر زاد ومتمدن،